لكم من جديد فقرتنا المهمة ودائما بنتابع فيها أو بنناقش فيها قضايا اجتماعية، فقرة ترند. بالأمس يمكن بتكونوا تابعتوا إنه مبارح كان اليوم العالمي للغة الإشارة. لغات الإشارة بالمناسبة في أكثر من 300 لغة إشارة في السودان، متعارف إنه في لغة إشارة الناس بيعرفوها. المبارح اليوم دي في المجلس الثقافي البريطاني واتحاد الصم وجمعيه الصم الجمعيه القوميه للصم برضو احتفلوا كان باليوم العالمي للغه الاشاره. كان في مجهود مقدر من الصم، يعني لو شفت اللوحات الفنيه الجميله اللي كان رسمينها باضافه للتصاميم وصناعه الاكسسوارات، يعني كان عمل عظيم وجبار قاموا به. حاولوا اصلا فكره الاحتفال انه بيظهر الامكانات والمهارات اللي عند الصم وعند الصم بصوره عامه عشان يتم دمجهم في المجتمع، وان مقدراتهم دي عندها يعني تاثير كبير. الناس بتحاول يعني المفروض تحس بمجهودهم ده وتحاول تدمجهم في المجتمع يكون عندهم مساهمه. يعني صحيح، لكن للاسف زي ما دائما يعني بيحصل احنا حقوقنا مهضومه. مدرسه الصم بمحليه بحري، من يعيق حصولهم على حقهم في التعليم المناسب؟ ضيفنا لهذه لمناقشه هذه القضيه الاستاذ محمد جيب الله، رئيس اتحاد الصم القومي، والأستاذة عفاف سرو، خبيرة لغة الإشارة. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمه محمد جيب الله علي، ومن اتحاد الصم القومي السوداني، الرئيس بتاع الصم في السودان. وبشكركم كثير لقناة سودانية 24 لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة معكم. أهلا بك أستاذ عفاف. أهلا بك، الله يخليك. تسلم. فرصة سعيدة إن شاء الله، وأتمنى أنه نكون خفيفين عليكم في تسلم. هذا المساء. تسلمي. بداية شنو المشكلة بتاعت مدرسة بحر؟ في البداية في المشكلة بدت في الفترة اللي فاتت، كان في مدرسة الأساس بتاعة الأساس بيعت في منطقة بحري، ودوهم مدرسة ثانية في إيجار بالشهر بعد ما كانوا قاعدين في مدرسة حكومية، المدرسة ما كانت مناسبة للصم. بعد فترة السنة اللي فاتت صاحب المنزل اللي هم مأجرينه فطردوا من البيت بالمحكمة، قال إنه عاوز البيت حقه، وادوهم مدرسة تاني، فتشوا على مدرسة عشان في منطقة تانية عشان يدوها اليوم، ادوهم مدرسة في منطقة الشعبية شمال. فبعد ما وصلنا المدرسة وعملناها يعني مناسبة للصم، الناس في السكان رفضوا انه يدوها او اللجان الشعبية، والناس في المنطقة رفضوا انه يدوها اليوم، وقسموا المنطقة اللي هي الجزء الصانوه وادوهم الجزء الغير مصان. بعد المشكلة دي بعد تغير الحكم وبعد سقوط الحكومة الفات والناس رفضوا انهم يسلموا المنطقة، فتشوا تاني على مكان تاني مسافة فترة طويلة جدا من الزمن، ما لقوا لهم مدرسة مناسبة. الآن ادوهم مدرسة في مدرسة جديدة في محلية بحري مناسبة وقريبة. بعد ما ادوها اليوم خلاص بدون اي تصديق، بدون ما عندهم ورقه، ما عندهم حاجه استلموها، اداهم الاهالي في المنطقه رفضوا برضو انه المنطقه دي يكون فيها صم، مع انه المدرسه دي زمان يعني كانت مدرسه بتاعت بنات وجففت. حاولنا كثير عشان ما احنا مشينا للمعتمد في محلية بحر، مشينا وزارة التربية والتعليم. الآن نحن عملنا اليوم وقفة احتجاجية في مجلس الوزراء، عملنا وقفة احتجاجية اليوم وكتبنا مذكرة رئيس الوزراء في المكتب، ودينا له برضو مذكرة. إن شاء الله بنتمنى إنه يكون في رد في خلال يومين دي. ان شاء الله. طيب وزاره التربيه والتعليم علاقتها بالمشاكل دي، يعني في اكثر من مشكله تكلموا عنها، الترحيل المستمر للمدارس، وكيف بحل او دور وزاره التربيه والتعليم في انه تحل لهم مشاكلهم دي شنو بالضبط؟ يعني
وزارة التربية والتعليم قابلنا الوزير الوزير الجديد من زمان غنى معه من زمان المشاكل دي ما جديدة بدري من زمان قبل بيعملوا لهم شنو لما هم هسه حاليا الوزير الجديد تقابلنا معه وقابلناه وشرحنا له المشكلة وشرحنا له كل الموضوع وافق انه هو يساعدنا لكن هسه الزمن المدارس اشتغلت والصوم ما عنده مدرسة صحيح في وزارة التربية والتعليم هي بتأمرهم انه يمشوا المجلس الفلاني او بتدوا المجلس الفلاني لكن ما بكون في قرار او في تصديقات باوراق وبمستندات انت لو عايز تقعد في المجلس كل الاهالي بيرفضوا الكلام ده وبيقولوا ان احنا نرفض انه يسلموا المدرسه للصوم في مشاكل كثيره جدا مع الاهالي في المنطقه اي منطقه تمشي المدرسه تكون مجففه بيقولوا المدرسه دي حقتنا وهم اللي من حقهم انهم يتصرفوا فيها انا عايز اسالك انت يا استاذ عفاف نعم باعتبارك خبيره في لغه الاشاره نعم شنو الحاجه يعني الاستاذ ذكر انه المدرسه لازم تكون مهيئه كيف تكون مهيئه للصوم تحديدا المدرسه بتاعه الصوم لازم تكون مساحتها واسعه عشان هم عندهم نشاطات كثيره بيعملوها رياضه وعندهم يعني ممارسات غير يعني التدريب بتاع الاصم بيحتاج لمناشط كثيره جدا لانه هم بيعتمدوا في التعليم وفي التواصل على التمثيل وعلى الحركه وكده فالفصول بتاعت الصم دائما شكلها ما زي الفصول يعني عدد الصوم بيكون وبعدين مفترض انه الفصل يكون كبير وواسع عشان يسهل عمليه التحرك بتاع الاستاذ داخل الفصل عشان ما كل الصوم يكونوا شايفينه في وضع يعني بيقعدوا في شكل حدوه الحصان كلهم يكونوا ماشيين لو قعدوا في طريق في صفوف زي ما بتقعد في المدارس العاديه فحيضاروا بعض وهم بيعتمدوا في التعليم على النظر فلو قعدوا في نفس الطريقه بتاعت الرصه اللي بيقعدوها المدارس العاديه ما حيقدروا يشوفوا يعني كل واحد حيكون بتاعه كده عشان يشوف الاستاذ يكونوا في شكل حدوه الحصان الاستاذ بيقدر يتحرك ليه كلهم بيقدر يصل كل التلميذ في مكانه المدرسه بتاعت الصوم غير الملاعب والمسرح والحياه المسرح ده له دور اساسي في تعليم الصوم لانه بيعلمون يعني مثلا في القصص بيعلمون التعليم بيكون عن طريق المسرح بيكون المفروض يكون فيها مسرح فيها محل بتاع رياضه الصوم ذاتهم حركتهم دائما نشيطين صحيح لانه هم ما بيتحدثوا بيعبروا دائما عن نفسهم بالحركه بتاعت الجسم عشان كده محتاجين لمساحات واسعه لو ملاحظه امبارح في المعرض اللي كان موجود في المجلس الثقافي البريطاني في واحده من الطالبات من الصم مصممه مشروع التخرج بتاعها تهيئة البيئة الدراسية للطلاب أو للطلاب الصوم يعني وزارة التربية والتعليم لو اهتمت بالبحث التخرج ده أو مشروع التخرج بتاع ده فربما يعني يحل واحدة من المشاكل المعرض موجود بالصور يعني في الموقع بتاع المجلس الثقافي البريطاني في صور موجودة منه نشرت والشباب ممكن يتواصلوا معها لو تذكري يا عفاف في المعرض أنت كنت موجودة اسمها زفافي ما يبدو لي يعني فدي واحدة هم برامج بيحاولوا ينتجوا حلول لمشاكلهم يعني. نحن الحاجة دي مهمة شديد الأصم من طفل وهو مكون موجود أصم المدارس والتعليم هو بيكون يعني الحاجة اللي بيعاني منها من ما هو صغير المعاناة اللي بيلاقيها في حياته بيكون بيحكسها في شكل مشاريع في شكل يعني بيعاني في الدخول للمدرسة بيعاني في التعبير عن نفسه دائما بيقوم يحاول يوجد حلول للمعاناة اللي هو عاناها خلال الحياة اليومية بتاعته وهو بيشوف انه الناس الغير صم المتحدثين مثلا بيمشوا المدارس وبيستقبلون استقبال كويس وهو ما لاقي مدرسة ما لاقي قبول ومرفوض في المدارس بتاعت المسمعين في هنا في المدارس حتى العزليه اللي بيسموها مدارس عزليه المدارس العزليه برضو في معاناه وفي يعني تعب احنا عاوزين لكل الناس وللحكومه الجديده احنا ما عاوزين اي حاجه احنا عاوزين فقط مساواه مع الاخرين وعاوزين عداله يا سلام
يعني التعليم بتاع الصم او كون انه وصلوا تعليم للصم ما حاجه صعبه. والمعلمين اللي بيجيدوا لغه الاشاره معلمين بسيطين جدا. صحيح. كويس. في الزمن الفات احنا عانينا كثير جدا من الاميه بتاعت الصم لعدم توفر التعليم للصم. نحن سعيدين جدا بتغير بنتمنى بالتغيير الحاصل في السودان, ونتمنى انه التغيير ده يكون له اثره علينا. ونفكر نحن ما عايزين اي حاجه غير التعليم, عايزين تعليم مماثل لكل الناس الموجودين في السودان, وعايزين مساواه وعداله. تمام. مطلب ده حق, ده حق. يعني كيف انت اضطر يعني تمنع مواطن من حقه؟ كيف تمنع اطفال من حقهم في التعليم بغض النظر عن انه هو صاحب اعاقه؟ الحاجه دي مؤسفه جدا جدا, وده فساد مستمر, ده ما عنده علاقه بحكم سابق. لانه احنا لو عندنا دوله حقيقيه افتكر انه كان احنا ما بنقعد قاعده زي دي ونتكلم عن حق الاطفال في انهم يلقوا مدرسه يتعلموا فيها بغض النظر عن انه الاطفال ديل اصحاب اعاقه سمعيه ولا اصحاب اي اعاقه. السؤال, هل في مدارس في السودان عموما مهيئه اصلا للصم؟ مهيئة في مدارس للصم في الولايات, في كل ولاية تختلف من الولايات الثانية, في مواقع في كل موقع في مدرسة واحدة. في المحليات ما في مدارس, يعني تكون دائما في المركز. في ولايات بيكون فيها ما فيها مدارس خالص, في ولايات فيها مدارس فيه لكن هي منظمة كويس. وفي المحليات احنا بنطالب بالدمج. صحيح. الدمج مهم جدا في المستقبل. في القضارف مثلا الدمج تجربه ناجحه جدا, في 4 سنة احنا عملنا تجربه بتاع الدمج كانت تجربه ناجحه جدا. يا سلام. تعالوا مع بعض نشوف تقرير ونرجع نواصل اسئله. يعني بظروف سيئة عديدة حكمت مساري بحثهم الدؤوب عن حلول ناجعة, يعاني طلاب الصم من مشكلة مركبة بخصوص حق أساسي هو الحق في التعليم وبيئة مدرسية مهيئة تستوعب خصوصيتهم كفئة اجتماعية لها احتياجات خاصة. أنا عاوز أتكلم عن المشكلة بتاعت المدرسة بتاعت الصم في بحري القديمة قبل 11 سنة. الاتحاد اعترض كثير على المشكلة وما تحلت المشكلة للأسف. للأسف مشينا جهات كثيرة, المشكلة برضو ما قدرنا نحلها. آخر حاجة ادونا مكان ما مناسب وأهالي المناطق كانوا بيرفضوا. السبب محلية بحري والحكومة متعاونين مع أهالي المناطق دي. فطيلة السنوات العشر الماضية وأكثر ظلت هذه الفئة تنتقل من مكان لآخر بحثاً عن مدرسة مهيئة تستضيفهم بعد أن تبعت مدرستهم الأم لوزارة التربية والتعليم. طلب بتاع ملف المشكلة بتاعت المحل أواخر عام 2017, وأول ما سلمنا ونظمنا وقفة احتياجية باسم اتحاد الصم ولاية الخرطوم. بعد الوقفة الاحتياجية والحملة الإعلانية استجابت وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم وعقدت معانا اجتماع بحضور معتمد محلية بحري اللي هو حسن محمد حسن, وفي الاجتماع شرح لهم كل المشكلة من بداية عام 2010 لحد 2017, ووعد المعتمد انه يحل المشكلة في يومين. وبعد يومين ادانا تخصيص لمركز الرعايه الاجتماعيه في المحليه التابع للمحليه انه يكون مدرسه ومحل للصوم في المحليه. بعدين في الاجتماع للتصديق النهائي اتفاجانا انه المكفوفين اعترضوا انه المغار تابع لهم, وبعده حولونا لمدرسه الشعبيه مدرسه العثماني المزعون. والمدرسه فيها اشكاليه قديمة شديد ومتهالكة, والمعتمد وعد انه يعمل لها صيانة. بعض الصيانة اكتملت اتفاجأنا انه اهالي الحي رفضوا تخصيص المدرسة اللي هي الصم والبكوم, ودي اكبر مشكلة واجهتنا. بعد انا سلمت الملف
الاتحاد والمحل. شكوى لطوب الأرض ونداءات متكررة من أجل حلول عاجلة تسهم في استقرار دراسي دائم أطلقها الآباء والأمهات ومؤسسات الصم والبكم النغابية، هدفها الأول والأخير حل مشكلة فقدانهم لمدرستهم الأم التي كانت سابقا بحلة حمد ببحري. احنا عسته قدام المغر القديم لمحل الأمل بحري اللي تحول في سنة 1995 لوزارة التربية. قبل كده كان المعهد تابع للجمعية القومية لرعاية الصم، اتنزع المعهد في 2011 مقابل انه يكون في تعويض بأرض تانية. تم تعويض المدارس الجنبه زي ما احنا شايفين مدارس المسمعين. آخر مدرسة اتخصصت كخيار وحل المشكلة في 2019 هي مدرسة خديجة، بحيث انه المعهد يتنزع من حلة حمد ومن حق الصوم انه يتم تعويضهم في منطقة حلة حمد ذاتها، لكن للأسف تواجه الصوم برفض من سكان المنطقة ورجعت مشكلة المعهد لحد أسه مستمرة. سنوات طويلة مضت وأخرى تقادمت دون أن يكل أصحاب الشأن عن السؤال، تتواصل مساعي فردية وأخرى جماعية وتظل القضية واقفة أمام نفس العثرات، مدرسة من مواصفات غير مناسبة للفئة نفسها أو رفض بلا مبرر من قبل سكان المنطقة التي تمنحهم الوزارة فيها مكانا مناسبا لمدرستهم المفقودة. لنا 9 سنة ما عندنا مدرسة، أولادنا الصم فاقدين مدرسة لهم 9 سنة وبنعاني معاناة شديدة، بعدين حسقنين في اتجاهات مختلفة، يعني نحا يدونا مدرسة مثلا في حي، ناس الحي يجوا يقولوا نحا مدرسة حكومية حقتنا ما بنديها وهي حكومية، نحا بنستغرب ليه يعني ما بدونا المدرسة، ونحا أولادنا الصوم ده لأنهم في حتات وفي أحياء متفرغة ما بتكون عندنا مدرسة حكومية تكون حقتنا، ليه لأنه نحنا موزعين على الأحياء، لأن نحن موزعين على الأحياء، أي مدرسة في حي يفترض يكون عندنا فيها حق لأنه ما عندنا حي ثابت ده حق صم. فهل تسمع أصواتهم هذه المرة أم يظل الآذان نفسه صدى بعيد لآذان مالطا القديمة؟ بداية نشكر زميلنا راشد بخيت على التقرير ده. والله حاجة مؤسفة. زمان كانت في مقولة قالها البروفيسور فيصل رحمة الله عليه لما كان بيسعى عشان يحصل على قطعة أرض في أم درمان للأطفال أصحاب الإعاقة العقلية، وواحد من الدكتاتوريات اللي كان مرت على السودان طبعا، فذكر له وقال له ونحن أنا آسفة جدا إنه أنا حقول الكلمة اللي قالها، آسفة بجد، لكن دي الكلام اللي قاله موثق في كتاب كاتبه بروفيسور فيصل مكي. قال ليه هو احنا الشفع العديلين ما قادرين يعني نعمل لهم حاجه، تجينا ليدين الدكتاتور ده ما زول فقط بس اللي جاي بحكم ولا بدبابه وبسلطه غريبه، الدكتاتور ممكن يكون مدني ما شايف شغله، كيف يكونوا طلاب بتاع المدرسه واساس لحد الليله والوزاره فتحت المدارس بتاعه يعني التعليم حسي مستمر او السنه الدراسيه بدت لحد حسي ما يكون عندهم مكان، كيف اهالي منطقه يكونوا اقوى من الحكومه او من الدوله او من القوانين؟ ما في اتفاقيه، احنا مش مصادقين على اتفاقيه ذوي الاعاقه، ليه اهالي المناطق يتصرفوا تصرف زي ده وليه ما في محاسبه؟ أنا آسفة جدا إنه أنا ما قدرت ألتزم بالحاجة دي، لأنه واحدة من الملفات الطوال سنوات كنا شغالين عليها حقوق ذوي الإعاقة، الإعلام مقصر، إحنا ما عندنا نافذة لغة إشارة رغم إنه أستاذ عفاف سيرو كانت في وقت من الأوقات موجودة في سودانية 24 معه أستاذ نهلة وغيره ونون إبراهيم كويس، لكن لأنه دائما إحنا أنانيين جدا في حقوقنا، إحنا مقصرين في الإعلام، مقصرين في الحكومة، مقصرين يعني هل ممكن نكون برضو مقصرين في حق التعليم الحقوق الأولى حقتهم؟ دي حاجة مؤسفة جدا جدا. ده ما بنسينا يا مشاعر الكارثة الكبيرة اللي حصلت قبل كده في جامعة الخرطوم، إنه صحيح رئيسة قسم اللغة الفرنسية رفضت الطالب يقبلوه في قسم اللغة الفرنسية لأنه كفيف، صحيح إنه ما في معين الدراسة، من حقه تماما إنه رغم إنه في ذات جامعة الخرطوم دي في أقسام تانية
في قسم علم النفس في دكاترة وفي قسم اللغة العربية رئيس قسم اللغة العربية كفيف، يعني دي ما سب أساسا، يعني ده حق طبيعي أنهم هم مفروض ياخدوه. يعني عليه إحنا حنسأل الأستاذ سؤال تاني فيما يتعلق بال يا عفاف فيما يتعلق بأنه المدارس ناس الأحياء بينتزعوا منهم المدارس، ليه بيرفضوا بدوهم ما بعوضوهم بأماكن تانية؟ يعني في البداية بنشكر لكم كثير التغيير ده وآم وأمال ويوسف الناس اللي تكلموا في التغيير ديل، برضو بشيد تعبانين تعب شديد جدا في القضية دي، وما بيكلوا ولا بملوا طوال شغالين فيها، وهم أساتذة. وأول حاجة هم القرارات اللي بتجي دي كلها بتجي من فوق، ما في تنفيذ، بس في كلام بالخشم قرارات، وما في تصديقات وما في أوراق أو ما في ما يثبت إنه القرار ده طلع. المعتمد بتاع المعتمد وين؟ معتمد بحري، ومعتمد المعتمد في بحري ما قاعد لو هو جاد في كلامه صحيح. أو هو جاد في إنه يحل المشكلة دي، ممكن يحلها كويس صحيح. وأي زول ما بيقدر يشتغل الشغل ده مفروض يشيله برا، ما مفروض يقعد في منصبه ده. القانون بالقانون ان احنا ده حقنا، ما في اغرار، ما في ورقه، ما في مستند ما يثبت ان احنا ما بيقدر يحل المشكله دي، المفروض يقعد في الكرسي ده لو ما بيقدر يحل مشكله صحيح. بسيطه زي دي. بعدين الاستاذه اللي اتكلمت دي قالت انه الاهالي اقوى من الحكومه، الكلام ده ما صح. زول يقول الكلام ده وزول ما فاهم انه المدارس كلها مدارس حكوميه صحيح. ما حقت الناس صح، ما حقت زول، ما حقت شخص. لازم الناس من الاول ما يعني هم ما يستشيروا الناس وما يسالون في انه المسجد دي لمنه. نحن عاوزين مدرسه مهيئه في موقع الاولاد الصغار يكونوا بيجوا من الحاج يوسف، يعني يكون موقع مناسب، وبيجوا من الكدرو، بيجوا من مناطق بعيده جدا عشان يقروا ويتعلموا. كلهم في مدرسه واحده في بحري، تعبانين شديد جدا، واهلهم قاعد يتعبوا معاهم شديد، المعلمين برضو تعبانين بيجوا من مناطق بعيدة. نحن فصل واحد بتحتامنا في اتحاد الصوم، حسا اديناهم مقر في اتحاد الصوم عشان نستامنا ما يوقف من التعليم. الامتحانات قربت، لازم الحكومة هي تطلع قرار واحد يكون كلمة واحدة، ونحن بنشكرهم على القرار ده لو طلعوا. والله ولا كتر خيرهم، ولا كتر خيرهم، دي حقوق يا أستاذ محمد، ده حق. إحنا الحكومة اللي جبناها نحنا تشتغل لنا نحنا وتشتغل لأولادنا بدون تمييز. أنا عايزة أستاذ عفاف أسأل أستاذ محمد، هو رئيس اتحاد الصوم القومي، هل المشكلة دي خاصة فقط بمحلية بحري؟ في مشاكل كثيرة في الولايات ومشاكل مختلفة، يعني في مدارس فيها معلم واحد، في مدارس فيها اثنين ثلاثة فقط، وكلهم ما مدربين. الأصم لازم المعلم يكون مدرب صحيح، تدريب خاص، ويكون معين في ومتخصص في التربية الخاصة. في ولايات ضعيفة شديد، الصم بيكونوا قاعدين يتعلموا سنة واحدة وما بيقدروا يكتبوا، السبب انه المعلم بيكون ما مؤهل. احنا هنتكلم في النقاط دي، يعني وفي نقاط كثيرة محتاجين نثيرها بعد الفاصل. بكم من جديد في فقرة ترند، والحديث عن مسألة مدارس الصم والإشكالات المتوفرة فيها. معنا أستاذ محمد جاب الله، هو رئيس اتحاد الصم القومي. أستاذ محمد جاب الله، يعني إحنا عارفين إنه على مستوى العالم في أكثر من 70 مليون أصم،
وفي نسب بتقول ان في 15% من الصم هم موجودين في العالم يعني، واكثرهم في الدول الناميه. كم عدد الصم الموجودين في السودان خصوصا الطلاب يعني، عشان نقدر نعرف الشريحه دي يعني وحقوقها مفروض قدر شنو الناس تقلع على اقلها يعني، بدل نقعد نترجى الاحياء تخلي لنا مدرسه او تنزع مننا الثاني. في الاتحاد، في اتحاد الصم القومي السوداني، الاحصائيه في 18 ولايه، كل الاحصائيه اللي احنا عندنا 45600 عضو. الاطفال من ال 45000 هي نسبتهم 30% من ال 45000. اوكي 30% من 30% في المدرسه ديل في المدارس، ما كلهم بيقروا في مدارس نظاميه. في المدارس الاحصائيه خاصه بالتربيه الخاصه، عندهم احصائيه ناس التربيه الخاصه احصائيه للناس اللي بيقروا في مدارس نظاميه وفي معاهد الامل. احنا ما عندنا، احنا عندنا الاحصائيه بتاعت الاطفال اللي بيسجلوا عندنا وبياخذوا عضويه في الاتحاد. واحده من الخيارات المقدمه او مفروض احنا بما انه احنا موجودين في العالم المتطور ومستمر ده، خيار الدمج. وحضرتك تكلمت عن ولايه القضارف، فيا ريت تكلمنا كواحد من الخيارات وشو الخيارات الثانيه الموجوده عشان برضو احنا نساهم في مساله الحلول. الخيار الاول والمهم هو الدمج، مهم جدا الدمج. زي الصم في الفتره القديمه اتعلموا في الدمج، هم هسه حاليا افضل وهم استمروا في الدمج لحد التعليم الجامعي، هم واصلوا في تعليمهم بالدمج كويس. عشان كده هو يقول انه الدمج مهم جدا. الحاجه الثانيه لازم نحن تاهيل المعلم هو حاجه كويسه جدا للاصم، ممكن تطوره ويمشي لقدام. المشروع بتاع التعليم الدامج في ولايه القضارف مسؤولة منه منظمة تنمية المعوقين، صحيح، مع اتحاد الصم القومي السوداني في أربع محليات، في ثلاثة محليات في ولاية القضارف. أول حاجة عملنا تخطيط، عاوزين نعمل 150 طالب في المدارس. بعد ما استمر المشروع حسا الآن هو 200، عددهم بقى 220 طالب، كلهم اندمجوا في التعليم العام وامتحنوا، وفي كثير منهم نجحوا الحمد لله ومشوا الى الثانوي. اتدربنا المعلمين وتدريبات مختلفه، الدمج للصم والمكوفين والاعاقات الحركيه، صحيح، والاعاقات الذهنيه، الاربع اعاقات مع بعض. وعملنا مدارس، عملنا كل المزلقانات للاعاقه الحركيه، وهيئنا الفصول، اي حاجه ناقصه في المدرسه. عملنا غرفه بتاعت مصادر، ما في غرف بتاعت مصادر في المدارس. اهم حاجه كان المفروض يكون في غرفه بتاعت مصادر. عاوزين نعمل حسه غرفه بتاعت مصادر في المحلات في القضارف، التجربه بتاعت القضارف. غرفه المصادر دي شنو؟ ونعمم التجربه بتاعت القضارف بعد نجاحها في كل ولايه السودان. الغرفه بتاعت المصادر وايش بتقوم بايش دورك؟ فيها لغه عربيه، فيها دليل بتاع المعلم، فيها الرياضه، فيها العاب، فيها حاجات متنوعه للاصم. لما يدخل الغرفه دي ممكن يلعب، المعلم ممكن يبحث فيها المعلومه، ممكن توصل المعلومه بسهوله ليو، المعلومات بتاعت تعليم الأصم، كيف إنك تعلم الأصم داخل غرفة المصادر. في حاجة أستاذ عفاف أنا عايز أسألك لها أنت، ذكر الأستاذ المخرج أحمد إبراهيم أن إحنا للأسف ما بنحس بقضية إلا لما تهبش جلدنا الحي. كثير جداً يعني عندنا ناس كثيرين جدا في كليات التربيه، ليه ما في كليه التربيه، ليه ما بتعمل على تدريب
أساتذة مؤهلين للغة الإشارة. في جامعة الخرطوم حس عملوا كلية بتاع التربية خاصة يعني المعلم لما أو أول دارس في التربية الخاصة في جامعة الخرطوم لما يتخرج بيكون عنده خبرة طريقة برايل ولغة الإشارة يعني بتكون يتدرب على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والإعاقات الذهنية كل الإعاقات. في قسم زي ده في جامعة جديد لكن معي جديد كيف يعني لسه ما تخرجوا أول مجموعة ما تخرجوا. طيب الأساتذة الحسي موجودين على قلتهم شنو دفعهم لأنهم هم يكونوا؟ هل فعلا أنه حاجة هبشتهم في الجلد الحي أنه يكون في زول من أسرته مثلا أصم أو عشان يتعلم لغة الإشارة ويزبط؟ الأغلبية العظمى بتكون الأم معلمة عندها طفل أصم. الأغلبية منهم يكون أم عندها طفل أصم أو المدرسة قريبة من الاتحاد أو يكون لرغبة يعني رغبة في إنها هي تشتغل في مجال الصم على الأخص. أغلبية المعلمين الشغالين في وهنا بيجيبون بيكون التنقل العادي للمعلمين من وزارة التربية والتعليم. طيب قدر شنو ممكن تساهم يعني إحنا هل محتاجين في بعد نقوم بمسألة الدمج دي هل محتاجين لأساتذة غير الغرفة الخاصة غرفة الغرف الملجئة دي أو غرفة المصادر دي محتاجين لأساتذة بيكونوا متعلمين لغة الإشارة أو يجوا مترجم لغة الإشارة ولا ممكن المصادر تكفي يعني؟ ما غرفة المصادر غير كافية للمعلمين لازم يتدربوا على كيفية التعامل بلغة الإشارة ويتدربوا على التواصل مع الأصم. بعد انتهي التدريب بعد ما المعلم الواحد ده ممكن هو يختار الشرط الأساسي إنه المعلم هو يختار إنه هو يكون معلم تعليم عن رغبة يعني. عندك حاجة معينة عايز تذكرها أو تقول رسالة مناشدة أيا كان؟ عاوز أقول إنه الأصم عاوز أقول إن الأصم ما زور ناقص هو المجتمع كله لازم يتعلم لغة الإشارة عشان ما يسهل علينا عملية التواصل مع الصم. والحاجة الثانية الاهتمام بالتعليم. التعليم هو مهم جدا للأصم ولأن الأصم في المجتمع ما في صم في المجتمع ما بيعرفوا إشارة وفي صم أميين. صحيح. هو لما تلقاه وهون عاوز يتفهم عاوز يوصل معلومة ممكن ما بيقدر يتواصل معك عن طريق لغة الكتابة. لو إشارة ما في وكتابة ما في بيكون الشخص معزول وهو معزول ما عارف العالم محاوله داير حوله من العالم شنو. المشكلة في محلية بحري لازم تتحل بأسرع فرصة ممكنة. يا ريت. من رئيس الوزراء لحد أصغر مسؤول في الدولة نحن بنطالب بأنه مشكلتنا دي لازم تتحل. في السودانية 24 نحن بنشكرها لازم نحن يرجعوا لنا اللغة الإشارة في البرامج حقتهم كويس. الصم كانوا بيشوفوا البرامج زمان الصم كانوا بيشوفوا مرتبطين بالعالم بسبب قناة السودانية 24 وكانوا بيعرفوا الأخبار. الآن حس الصم معزولين بسبب توقف الخدمة. دي مناشدة للإدارة. نحن كنا فايتين الناس مسافة وكانوا عندنا جمهور مميز وعندنا أساتذة خبيرات نون والأستاذة نهلة أو دكتورة نهلة بنبارك لها الدكتورة طبعا والأستاذة عفاف الخبيرة في لغة الإشارة. يمكن كانت واحدة من الحاجات الفضيحة اللي حصلت في اتفاقية أو توقيع الاتفاقية إنه لما كان تم النقل في كل القنوات السودانية ما كان موجود في لغة إشارة وكان في كلام مباشر جدا من اتحاد الصم إنه ليه ما موجود لغة الإشارة؟ هل إحنا ما مواطنين سودانيين؟ وكلنا شفنا المشاركة بتاعت الاتحاد كاتحاد بشكل رسمي في الثورة السودانية. دي مناشدة لإدارتنا في سودانية 24 ومناشدة مباشرة للسيد وزير الإعلام. دي حاجة ما بتكلف كثير وموجودين الخبيرات إنه موجود تكون نافذة الإشارة في كل شاشة سودانية
لأنه ده واحدة من حقوقهم. مناشدة لوزير التربية والتعليم ونحن هنتابع القضية لأنه ده لأولادنا. وما في فرق بين أي طفل وطفل في السودان إن كان صاحب إعاقة أو كان طفل سليم ما عنده إعاقة. أنا شاكرة جدا لأستاذ محمد جيب الله وشاكرة جدا لأستاذتنا الكبيرة عفاف سرو على وجودهم وعلى الكلام المفيد اللي اتقال في الحلقة دي. قبل تختمي في حاجة مهمة عملها الصم مبارح في الاحتفال اللي كان في المجلس الثقافي البريطاني مع اتحاد الصم، هم كرموا إدارة قناة السودانية 24 على المجهود اللي قاموا به في السابق في مسألة ترجمة الإشارة، فقالوا إنه قناة السودانية 24 كانت تنقل لهم يعني الأخبار وكانوا متابعين كل البرامج لأنه بيقدروا يتواصلوا مع القناة. فبضم صوتي لصوتك في إنه ناشد القناة بأنه ترجع لغة الإشارة حتى يكونوا جمهورنا يزيد مسافة. إحنا شاكرين للأستاذ عفاف سرو وشاكرين لك يا أستاذ محمد جيب الله، وأتمنى أنه الصم يكونوا مدمجين في المجتمع بالطريقة اللي هم عايزينها. بعد الفاصل نواصل بقية فقرات 24 كرات.